متابعة لاختبارات الثانوية العامة أو التوجيه هنا في فلسطين، ابقوا معنا لنتعرف كيف كانت انطباعات الطلبة حول امتحان التاريخ والفيزياء اليوم. امتحان اليوم كان كتير صعب وبده وقت. امتحان تاريخ كان امتحان متوسط لصعب، وكان في أسئلة كيف من بين السطور، وكان ضم الوحدة الثانية أكثر، الوحدة الفصل الثاني أكثر من الوحدة الفصل الأول، وكيف يعني أقل الشباب بدك أربع أسطر، وامتحان يعني كيف بدي لك الوزارة تقول لك حل امتحان، بتحتاج تحل امتحان. قبل امتحان فيزياء الامتحان ما كان مراعي للجميع، كان في شغلات صعبة لدرجة إنه إحنا الطلاب شكينا إنه شو السؤال بده، ما عرفنا هذا إيه يعني، هذا شو السؤال شو بده يعني. هذا بصراحة رأيي، مش رأيي أنا لحالي يعني، رأي جميع الطلبة يعني، إلا من رحم ربي. قليل ممكن اللي يكونوا مثلا شافوا انه الامتحان بسيط، هذا بيعتمد على الطالب طبعا، بس احنا كاغلب ككل الطلاب شفنا انه الامتحان صراحه كان بده وقت، واختر كان صعب، مش كلهم صعبين، كان في ممكن فقره فقرتين ثلاثه سهلين، الباقي كان صعب. اليوم كان علينا امتحان التاريخ، الامتحان بشكل عام كان جدا سهل ومباشر، وخصص في الاخطاء متعدد، كان كله مباشر من نسخه الكتاب، يعني اي شيء بتشوفه اي تاريخ دغمي الكتاب، ونفس الاشي الاسئلة المقالية، هو بس في لاج في السؤال الخامس، كان في شوية بنود كتيرة، و يعني انا كانسان خيط ثلاث مرات ودارس حليته كله اول ساعة الحمد لله، يعني مش سهل ابدا، كان معقد، كانت الاسئلة يعني كانت ما كانتش مباشرة اغلبها، واغلب الامتحان كان من الفصل الثاني، وكان امتحان يعني ما كانش سهل مرة، يعني اللي كان اللي مش دارس الامتحان او دارس نص نص ما بحل الامتحان ابدا. كان اليوم امتحان تاريخ كبير متوسط لصعب، كانت حامل بضمن الفصل الثاني، الفصل الثاني وحده الثانيه وحده الاخيره. الامتحان يعني المتمكن واللي دارس التاريخ من اول السنه حيعرف يحل الاسئله اللي جايه في الامتحان، وكانت في بعض الاسئله اللي كانتش مباشره وكانت هيك شويه دقيقه في الامتحان، بس الحمد لله على كل حال. اليوم عندي امتحان فيزياء، الامتحان كان كثير صعب صراحه، يعني اختر نوعا ما كان مثل ايدينا صراحه، بس المقالي كان كثير يعني صعب ومش مباشر ابدا صراحه، يعني بتمنى انهم يراعونا بالمقالي. يعني الامتحان صراحة يعني أبدا ما بيراعيش فور فيزياء، يعني توقعنا أسهل صراحة، يعني أنا خاتمة المادة صراحة ما قدرتش فيه أسهل، يعني أنا عن جد أول مرة تمر علي. اليوم قدمنا امتحان فيزياء كان يعني متوسط لصعب، في أسئلة مش مباشرة، أسئلة طويلة وأسئلة فيها لف ودوران، واجهنا يعني صعوبة كويس فيها، والوقت مش كافي وطويل الامتحان. اليوم قدمنا اختبار فيزياء، الحمد لله الامتحان كان من متوسط لصعب، كل الأسئلة أو أغلب الأفكار كانت كلها موجودة في الكتاب، لكن في بعض الأسئلة كان فيها التركات البسيطة اللي محتاجة شوية تركيز، لكن كل الأسئلة بتنحل، وأعتقد كان الوقت كتير كافي للامتحان، والحمد لله يعني الأسئلة كانت كلها سهلة، لكن في بعض الأشياء البسيطة كانت بدها شوية تركيز، أما كل الأسئلة بتنحل.